حسبي الله ونعم الوكيل متبعي ومشاهدي جريده عبير، معنا عضو سلالي من اراضي مغيله بني ملال جموع الاراضي السلاليه الجموع اللي تنصب عليهم بطريقه جهنميه، وهاد الناس اللي نصبوا عليهم عندهم نفوذ والقضيه كبيره بزاف. الحاج بغينا نعرفوا اش وقع. مغيله فيها واحد مافيا العقار، حنا تعرضنا لواحد النصب ديال واحد مافيا العقار اللي قصاتنا من الحقوق ديالنا كذا، والحقوق تقسينا منا ما خديناش الحقوق ديالنا كايها الناس، وكهذوك النواب اللي جا طاولوا ونصبوا راسهم وداك الشيء، وداو هما وخوتهم وخواتاتهم الفائض ديال البقاع بما يسمى بالانتهازيه لاغناء ثرواتهم فقط. والخلين نمشيو نشربوا البحر، حنا نشربوا البحر حنا اعضاء سلاليين محضين في الدرجة الأولى عليهم، حنا أعضاء سلاليين محضين في الدرجة السلالية عليهم، بحيث كنا تنستغلوا لي دو تيير ثلثين في الغابة كاملة كنا تنستغلوا حنا كعائلة تدعى بحميم ونديم وزكريا، هاد واحد العائلة الكبيرة، حنا عائلة كبيرة كاع في وسط هذيك مغيلة بوحدها، حنا عائلة كبيرة، حنا العائلة ديالنا كبيرة كانت تستغل لي دو تيير ثلثين في هذيك الغابة كلها حنا منهم، وكان التقسيم انا ذاك النهار 17938 هذيك الساعه بدا التقسيم، وكانوا مغيله محسين على رؤوس الاصابع، فاذا بنا اليوم في واحد التوزيع جائر وظالم، يعني اتخذته الهيئه النيابيه دارت واحد القانون ديالها خاص بها، يعني ما اتخذتش بسميتو بالتوصيات ديال مجلس الوصايه المركزي، وما اتخذتش بالتوصيات ديال سميتو ديال النصوص القانونيه والتشريعيه. هاد الناس عندهم نفوذ ونفوذ، استغلال النفوذ كاين، بمعنى استغلال النفوذ كاينين داو استغلال النفوذ، علاش دار هادشي؟ كون ما كاينش استغلال النفوذ ما يدارش هادشي، كون الناس كتخاف من القانون راه غادي يعطيو لكل ذي حق حقه، حنا ما عطاوناش لكل ذي حق حقه، عطاونا ما عطاوناش، حنا غصبونا في الحقوق ديالنا بحيث تقسينا مقسيين، حنا عائلة سبعة الذكور وخمسة الإناث والأب هو 13 عطاو أربعة البقاع، وكنا تنستغلوا هكتارين، ما كانش غتخرج لنا، ما كناش نقولوا العملية الحسابية غتخرج لنا بحال ما بدا، وهما داروا ديك الأبد فاش يجاوبوا في مقررات البلد ديالهم تيقولوا بأن لكل أب على قيد الحياة الأبناء ديالو تيستافدوا معاه، كيفاش تستافدوا معاه وانت استفدتي بوحدك واستافدوا خوتك بوحدهم واستافدوا خواتاتكم بوحدهم، وديرني انا نستافد مع اب ديالي في ربعة البقع تعطيني ربعة البقع، انت بجيتي او البارح ما كتسالش بعدا في البلاد، هذا ما كيسالش في البلاد، شد 31 بقعه في البقعه ماشي مسؤولي محض، خاصنا باش نطالبوا صاحب الجلاله التدخل ديال صاحب الجلاله ان شاء الله، تنستنجوا التدخل ديال صاحب الجلاله باش يبث لنا في النزيله وصيفط لنا لجنه ديال تقصي الحقائق، لان راه كاينين الناس ما عندهمش الاحقيه الشرعيه بالاستفاده وداخلين مدرجين في لوائح الاستفاده وشادين، وكاين حنا ناس اللي حنا مداو الحقوق ومحضين في كاعضاء سلاليين محضين ما استفدناش، تقسينا في الحقوق ديالنا، تقسينا في الحقوق ديالنا، انا وخواتاتي وخوتي ولادي ما شدوش وكلهم راشدين، ودوك الاعضاء دوك بليتو الابناء ديال الاعضاء السلاليين ديال الهيئه النيابيه كلهم استفدوا، ولادهم وولاد ولادهم عطاهم، ما كاينش كاين اللي السن ديالو دون سن الرشد واستافد، ما عندوش الحقيه استافد واستافد، وكاين اللي عنده بنته استافده، بنته وحده مستافد، خوها هذا نيت مستافده، وهو عطاو خمسه البقع خصو يشد لها بقعه، علاش يعطيو خمسه البقع وبنته مستافده؟ كي داروا دايرين دي بتيت بونك، داروا دي بتيت بونك، فلهذا تنستنجوا هذا الشيء، علاش تنستنجوا؟ استعملنا السلطه الرابعه ان شاء الله باش نستنجدوا بصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باش يدخلنا فورا يفك لنا الحريره، هذه راه حريره، هذه راه ظلم ما بعده ظلم. اعضاء الاخرين ايش يقولوا؟ اعضاء الاخرين هذاك الامر دابا كله راه تيدافع على راسه، حنا تندافعوا لراسنا كمقسيين، انا مقسيين، عائلتي مقسيه كامله، انا ولادي انا مقسي، انا ولادي ومقسي، انا وخوتي، خوتي توما مقسيين. وراه كانوا ولا لائحته طال هذا التقسيم، لائحته طال بحال التقسيم، راه كاينين الناس، كاينين الناس تا هما ما استافدوش، حنا ما استافدناش وكاينين الناس تا هما اخرين، ولكن الاكثر كاين الفائض ديال البقاع اللي غطي كاع الاعضاء السلاليين ديال المغيره المحضين، علما انهم اش داروا هذوك؟ هذو داروا واحد استغلال النفوذ وواحد الطريقه قانونيه ديالهم ديال الغابه، مشاو عطاو الحاشيه ديالهم، داو الاقارب ديالهم وداو اللي تجيو في الحاشيه ديالهم وكذا، عطاهم سكتوهم وداك الشيء،
باش ما ينوض لاصطاع على بالو الحقوق ديالنا كامله ومكموله. راه ما يمكنش حنا دابا راه دروك دخلونا المحاكم، راه حنا في المحاكم الصراعات، لان كاين المميز العنصري، كاين استغلال النفوذ، كاين شطات في السلطه، كاين المحسوبيه والزبونيه، فهمتيني؟ المحسوبيه والزبونيه وباك صاحبي، يعني كان تما الارتشاء والتخربيق وسميتو كلا باش الناس دخلت وشدت، ما تتسالش ما عندهاش الحقيه الشرعيه ما عندهاش باش تستافد ودخلت تستافد. وحنا ما استفدناش، تقسمنا بالحقوق ديالنا وتقسينا، علاش نتقساو؟ حنا نتساءلوا، حنا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات كلها مد السارة، جدرية كلها مد السارة، كلها مد السارة، وعلاش تاخذ في حقنا هاد المساعي؟ علما ان حنا اننا تعنا في الهيئة النيابية، تعنا فيها امام المحققة الإدارية، وتعنا لدى مجلس الوصاية عبر الملحقة الإدارية، عبر الملحقة الإدارية، وما تبتش فيها. رجعت البضاعة كما هي، يعني البضاعة كما هي، لمن تتعاود زابورك يا داوود؟ لمن تتعاود زابورك يا داوود؟ لمن؟ صافي راه صيفطنا مذكرات في هذا الشأن، مذكرات، تظلمات، شكايات، ولم نستجيب لهذه الشكايات، لم يستجب لبعض الشكايات ديالنا، لم سميتو، فهمتي؟ بقى الظلم راه باقي مخيم فوقنا الظلم، والحقرة راه باقي مخيمة فوقنا. وحنا لازم خصنا نرفعوا الظلم والحقره. الحوار مع الناس. يا هاد الناس ما كاينش، تحاورنا ومشينا وتحاورنا وكل شيء، وتيقول لك هو داك الشيء متمسكين به. متمسكين به. يعني الغابه، حنا في الغابه. صافي السبع ياكل الضبع. السبع ياكل الضبع وياكل القرد ياكل كيما في امبور، فهمتيني؟ القوي ياكل الضعيف. صافي. هنا ولينا في غابه. يو فينا هو الدستور؟ فصل 19 من الدستور اللي تنص على المساواه والمنصفه والتكافؤ والفرص امام القانون. حنا نتساءل اين هو الفصل 19؟ لماذا لم يطبق؟ لماذا لم يطبق الفصل 19؟ ولماذا هذا التمريض؟ تيمرضوا فينا هكاك، علاش صيفطونا للمحاكم؟ دابا حنا تنزلوا في المحاكم والمصاريف، هما اش قالوا؟ عندنا رسوم راه ما غاديش يمشوا للمحاكم. راه غادي نهاجموا وغادي نسحبوا كذا، فهمتيني؟ حنا لن ننسحب، سنناضل ونبقى نناضل حتى لنا حقوقنا كامله ومكموله ان شاء الله باذن الله، لم نتنازل، حنا حيتاش حنا في دولة الحق والقانون، والنضال عنده حق، مشرعوا لنا الدستور، حق مشروع مخولوا لنا الدستور، وتخيلتها في المعلومات تبقى تمشي تشد المعلومات ويبقاو يضربوا لي، بغينا كنا طلبنا مقاملات من السيد الوالي وما خلاوناش، داروا لنا لي باراج من السيد الوالي، ثلاث شهور تيديو فينا وجيبنا، لا ما كاينش اليوم راه اجتماع، لا ما كاينش راه خارجين هكذا، ولا ما كاين حتى حاجه. لا بدون جدوى. لما توجهوا النداء ديالك؟ دابا النداء اخيرا تنوجهوا النداء ديالنا مره اخرى لصاحب الجلاله، تنستنجدوا به يدخلنا فورا عبر واحد لجنه ديال تقصي الحقائق اللي تجي تبت في النازله بدقه، حيتاش ما خفي اعظم. واش مور 10 البقاع؟ قداش؟ لا يا 10 البقاع، واحد ما دي 7 البقاع، واحد ما دي 6، وناس فقوا بخمسه، ناس في الاخر بجوج عازب، الاخر عندو راضي على ناس بثلاثه، هذا ناس فهمتيني؟ كارثه. دي بتيت بوك كارثه. واش هذا تشكتي عليه؟ لا. هذا راه ما تشكتيش عليه. الساكت وعلى حق شيطان اخرس. حنا ما سكتوش على. باش نبقاو نطلعوا عليها حتى نشدوها. كان ناجدوا سيدنا. حيت راه بغى يدخل فورا، بغينا يدخل فورا، راه خصو يسقالينا يدخلنا فورا، يصيفطنا لجنه ديال تقصي الحقائق اللي ضبط في النازله بدقه، لان ما خافيه اعظم، راه كاين فائض ديال البقع فين مشاو، الشركه نصفاتنا بالبقع ديالنا، البقع الكثار حنا تنصفنا وكاين الفائض ديال البقع اللي غطينا، نشدوا الحقوق ديالنا ونمشيو نرتاحوا حتى حنا بحال الناس الاخرين، اللي شدوهم وما تيستحقوهمش، ما عندهم الاحقيه الشرعيه. اموات مدروجين في اللائحه مستافدين. واحد حي ما مستافدش مقصي هو ولادو وخوتو هو انا. متابعي ومشاهدي زريدة تعبير، تنتمناو باش هادشي يوصل للمسؤولين، بارطاجيو باش يوصل للمسؤولين. نستودعكم الله في بشر اخر، الى اللقاء.